الدبابة جنبي. انتوا متخبيين؟ اه في السيارة، احنا جنبينا الدبابة. انتوا جوا السيارة؟ شعرنا انه احنا مشلولين مش بس عاجزين، لانه احنا تخيلنا واثناء الحكي لما قعدنا انه البيئه اللي كانت هي متواجده فيها عندك هي داخل سياره مع سجدة شهداء، دم، صوت دبابات، صوت الطيران، صوت الرصاص، احيانا لما تقرب الدبابه تتحرك ناحيتها تصرخ تعيط. واصعب موقف كان لما حكيت لي الدبابه اجت مشت وقطع الاتصال. جميله الدبابه. انتوا جوا السياره؟ ألو مناشدتها كتير يعني مؤلمة بصوت بريء. احنا 6 سنوات وكانت الأصعب لما تاني يوم شفنا صورتها، يعني انه قديش هي بنت قوية جدا، طفلة قوية بمعنى الكلمة، انه ضلت معنا أكثر من 3 ساعات وهي عم تحكي معنا، بتحاول انها اكيد يعني طفلة خايفة ولكن بتحس القوة، حتى نحن أساسا احنا استمدينا القوة بصراحة منها. الموضوع جدا سيء لما كانت تضلها تحكي لنا تاخذوني، ابعتوا حدا ياخذني، صوت العتمه، لدرجه حكينا لها اذا الدنيا عتمت ولسه ما اجانا تنسيق انه حاولي غمضي عيونك، بتعرفي لعبه الغميضه؟ فحكت اه، حكيت لها حاولي انك تغمضي عيونك، بلشي عدي، واذا شفتي ضوء او اذا شفتي ضوء او فجر انه فتحي عيونك. خذيني تعالي. اجي اخذك؟ لا ليش اجي، تعالي اسقيني احد يا بنجرمان حبيبتي. ما طيب ما انا يا حبيبتي رح اجي اخذك هلا. عمو من الهلال عماله عم بنصك عشان احنا نقدر نيجي ناخذك. حواليك في ضرب رصاص؟ اه خذيني.